أهلا بيكم. المصريين إيدك منهم والأرض، الشعب ده عمره ما صار ولا هيصور. الشعب ده شعاره يا عم اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، أو الروح على بلد بتعبد العجل حش ورميله. أمثال من دي كتير بترسخ مفهوم خاطئ جدا عن الشعب المصري، إنه شعب مش بتاع ثورة وإنه بيطاطل أي حاكم ظالم، وده برضو كلام غلط. النهاردة في حكايات مصرية هنفتح تاريخ الثورات المجهولة في تاريخ مصر قبل الاحتلال الفرنسي لمصر. يلا بينا نشوف إيه أهم الثورات دي. سنة 1691 كانت أولى بوادر ثورة المصريين ضد ظلم المماليك، لما وصلت القاهرة مسيرة احتجاج من أهالي البحيرة وفضلوا ماشيين لحد الأزهر، وانضم ليهم كتير من أهالي القاهرة وعدد من المشايخ. كل دول اتوجهوا إلى قلعة الجبل اللي هي قلعة صلاح الدين، كانت مركز الحكم في مصر. كلهم اتوجهوا عشان يقدموا مذكرة احتجاج ضد هجمات العربان، وطلبوا بعزل والي البحيرة أو زي محافظ البحيرة اللي ما كانش عامل حاجة وقتها عشان يحميهم. ومن البحيرة لبني سويف حصلت انتفاضة شعبية سنة 1697، دي كانت احتجاج على الأوضاع الاقتصادية في البلد. ومن بني سويف للقاهرة حصلت انتفاضة كبيرة جدا سنة 1715، دي كانت احتجاج على رفع الأسعار وسك العملة بمقادير كده بتضر بالتجار وبالتالي بتضر بمعيشة الناس. فضل الغضب بتاع الناس يتصاعد لحد ما تحول لإضراب عام، وقتها اتقفلت المتاجر والأسواق والمحلات وكل حاجة، وتشكل وفد مشترك من شيوخ الأزهر وكبار التجار عشان يقابلوا الوالي اللي اسمه عبدي باشا. الوالي وافق على إنه يعيد المعاملات المالية القديمة وإنه يلغي كل قرارات رفع الأسعار. في خلال 7 سنين تقريباً قدر التحالف بتاع الشيوخ وكبار التجار ده يلعب دور الوساطة بين الشعب وعامة الناس من ناحية، وبين السلطة العسكرية المتمثلة وقتها في أمراء المماليك من ناحية تانية، وده بسبب توسع الأمراء والجند في اغتصاب ومصادرة بيوت الناس، مش بس بيوتهم وأراضيهم، حاجة كده قريبة من اللي بيحصل تقريبا دلوقتي لأهالي جزيرة الوراق وأمثالها على يد السيسي وأذنابه ورجالته. في سنة 1779 مملوك من أتباع الأمير يوسف حط إيده على بيت من بيوت الوقف اللي كانت مخصصة لطلبة العلم المغاربة. المغاربة كانوا بيجوا يدرسوا في الأزهر في مصر، فقام شيخ أزهري اسمه الشيخ عباس أو اسمه عباس المغربي، قام بقيادة احتجاج ومظاهرة ضد التصرف الظالم ده. حاول المماليك إنهم يعتقلوا عباس يستفردوا بيه، لكن شباب الأزهر زمايل عباس حاموا عباس ده اللي هو زميلهم ورفضوا تسليمه. مش بس كده، دول ضربوا الجنود اللي جايين يعتقلوه، وراحوا بلغوا الشيخ أبو البركات أحمد الدردير اللي هو شيخ الملكية بالجامع الأزهر، بلغوه باللي حصل. فبعت الشيخ الدردير رسالة إلى الأمير يوسف مع 2 من أتباعه. حقيقة الأمير يوسف ما قراش الرسالة وأمر باعتقالهم، فكان رد الشيخ الدردير شجاع جدا، عمل حاجة تدل على روح الثورة ورفض الظلم. الشيخ قفل أبواب الجامع الأزهر وطلع شباب الأزهر على المآذن في المساجد القاهرة يكبروا ويلعنوا ظلم المماليك، وكانت دي شرارة الثورة اللي استجاب ليها العلماء والتجار، وأعلنوا كلهم الإضراب العام وقفلوا المحلات بتاعتهم وسابوا أو تركوا عامة الشعب سام أسواق القاهرة واتجمهروا في جامع الأزهر. حاول ناظر الأزهر وقتها، وده كان من المماليك واسمه إبراهيم أغا، حاول إنه يلم الموضوع ويهدي الليلة، فقال للناس يعني معلش افتحوا المتاجر تاني وشغلوا الأسواق. محدش استجاب له ولا حد اسمع، أو بلغة الشباب دلوقتي بلغة حمزة نفضوا له. قال الناس احنا عندنا طلب، احنا عايزين شيخ البلد إسماعيل بك أو واحد من الاتنين دول، إبراهيم بك أو مراد بك. حس إبراهيم الأغا بالإهانة، فراح إبراهيم الأغا جاي في فرقة من الجنود عشان يفضوا المظاهرات دي بالقوة المسلحة ويفتحوا الدكاكين بالعافية. حصلت مواجهة بين الجنود بتوع إبراهيم الأغا وبين الأهالي، مواجهة جديدة جدا كان من نتيجتها في 3 ماتوا.
اشتعل موقف أكتر في المحروسة مصر يعني، والمظاهرات عامت القاهرة كلها، لحد أن واحد من المؤرخين بيقول أن الحياة توقفت تماما في المحروسة، وده اللي خلى إسماعيل بيك شيخ البلد في الوقت ده يطلب وساطة الشيخ أبو الأنوار السادات. كان الشيخ السادات مسؤول عن التفاوض رايح جاي زي كيسنجر كده في السبعينات، بس طبعا فرق كبير يعني. كان رايح جاي كده بين شيخ البلد اللي قاعد في المدرسة الأشرفية وبين الثوار اللي كانوا قاعدين فين؟ في جامع المؤيد، لأنهم خدوا جامع المؤيد اللي ورا باب زويلة مركز لقيادة الثورة. نصح السادات شيخ البلد بأنه يكتب تعهد بأنه يرفع الظلم، والشيخ السادات قال لي شيخ البلد أنا هضمن التعهد ده بنفسي عشان الناس تطمن ويفضوا ثورتهم ويرجعوا أشغالهم. ولما وصل التعهد للثوار المعتصمين بمسجد المؤيد اتقسموا فريقين. فريق شاف أن الاتفاق ده معقول جداً وكفاية بقى ونرجع أشغالنا، لكن الشباب اللي هم الفريق التاني شاف أن دي ورقة لا قيمة لها. ولاحظ برضو أن الشباب في كل زمن ولحد دلوقتي هم بيبقوا وقود الثورة، وهم وده الأهم أصحاب الرؤية الأقرب للصحة لقيادة العمل الثوري. المهم نرجع بقى الموضوع، الثورة تصاعدت واستمرت الحقيقة جهود الوساطة لحد ما اضطر شيخ البلد أنه يقدم تنازلات أكبر، وأعلن شيخ البلد أنه هيدي العلماء نصيب أكبر في إدارة شؤون الجامع الكبير من غير تدخل مباشر، وبعت كمان رواتب العلماء وعليها بعض الزيادات يا سيدي، وكمان بعض المجاورين بتوع الأزهر المعارضين منحهم وظائف ورواتب يعني مرتبات، وافق على أنه يعزل إبراهيم أغا من نظارة الأزهر وعين مكانه إبراهيم بيك. مش بس كده، ومنعوا هو ووالي القاهرة والمحتسب من أنهم يعدوا في الشوارع اللي حوالين الأزهر. وطبعا دي كلها كانت مكاسب رائعة وكبيرة جدا، وكان لها تأثير كبير جدا في أن الناس تقبل الصلح وأنهم ينهوا الاحتجاج. لكن بعد ما انتهت الثورة الأغا اعتقل شبه من قيادات الثورة اسمه الشيخ حسن المدبغي، وفضلوا يضربوا في الولد ده الشيخ حسن المدبغي ده لحد ما مات، ومات بطل من أبطال مصر، شهيد من شهداء الثورة ضد الظلم. نعاه المؤرخ الجبرتي في سطر واحد لخص فيه حكاية الشاب ده البسيط، قال فيه: شاب ذو همة عالية ورجل شريف من أهل البلد. لكن دم حسن المدبغي ما راحش هدر. بعد 4 سنين من استشهاد حسن المدبغي تحت التعذيب، اختلف الأمير إبراهيم بيه مع الأغا وأمر بالقبض على الأغا وضربه بالعصي لحد ما مات. وما اكتفاش بكده، ده ألقى جثته في النيل عند ساحل شبرا. لكن السؤال، هل يا ترى انتهت ثورات المصريين على المماليك؟ وإيه يا ترى حكاية ثورة الحسنية؟ خلينا نكمل لكم حكايات ثورة المصريين بكرة في حكاية جديدة من حكايات مصر.